قام رئيس المجلس الأعلى لصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة برفقة وزيرة الصحة فائقة سعيد صالح بجولة تفقدية إلى مركز الملك حمد الأورام، والذي ستشهد مملكة البحرين افتتاحه قريبا كحدث طبي فريد من نوعه باعتباره أول مركز طبي متكامل على مستوى المنطقة لعلاج الأورام السرطانية بمستشفى الملك حمد الجامعي. من الأخلاقي جدا أن تسترد معالم السعادة في كل من ألفوا طعم الآلام في أبدان أوجدها ذاك الورم الذي لا يرحم، ومن الإنسانية أيضا أن يخلق الأمل في نفوس أعلنت تمسكها بالحياة لا للخنوع للمرض، ليطل علينا مركز الملك حمد للأورام التابع لمستشفى الملك حمد الجامعي بكل عزم وقوة في تقديم العلاج اللازم لمرضى الأورام. والمشروع الحين تقريبا فتحنا المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية بتخلص على شهر 6. الحين أهم شيء في المكان أن حسب أوامر القيادة العليا أن توفير أحسن شيء، أحسن أجهزة، أحسن أطباء، أحسن مكان، على أساس يكون المركز هذه مركز الأورام في مستشفى الملك حمد من خيرة المكانات اللي في يعني في الشرق الأوسط. جبنا أحسن الأجهزة اللي موجودة في العالم، وإحنا مثل ما تعرفين اتفقنا مع جامعة في تركيا في قيصري، مستشفى جامعي هناك هم أحسن مكان في تركيا بالنسبة حق الأورام، واتفقنا معهم وأنهم يبتدون معانا ويدربون الأطباء البحرينيين ويحطون الأنظمة على أساس أن إحنا ما نبتدي من الصفر، نبتدي من التعاون مع الأتراك. مركز الملك حمد للأورام روعي فيه أحدث الأجهزة والتقنيات والأطباء وطاقم طبي متخصص، ليكون المركز متماشيا مع أهداف قانون الضمان الصحي الرامية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. الحقيقة المشروع مشروع يعني طموح الحقيقة في تجميع كل الخدمات الصحية للسرطان في هذا المركز، وهو الحقيقة طالع بين التعاون بين مستشفى الملك حمد والسلمانية على أساس نكون مركز متعاون بين الجهتين في كل يعني الإمكانيات والتقنيات لعلاج مرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى السلمانية، وإن شاء الله شوي شوي المركز بياخذ دوره. الحين يبتدي الشغل في المركز باستقبال المرضى وباستقبال كثير من الحالات، وبعدين يعني بشكل تدريجي بيزيد العمل فيه لمدة يمكن 2 جايين بيكون يشتغل بشكل كامل حسب طاقاته الموجودة. إمكانيات متميزة وتجهيزات حديثة متوفرة، ومن بينها أجهزة تستخدم في رصد الأورام وتحديد أماكن تواجدها بدقة متناهية، بحيث تستطيع رصد الأورام التي يصل قطرها إلى 1 ملم فقط، وبالتالي تعطي نتائج دقيقة في التشخيص، ويساهم ذلك في الكشف المبكر للسرطان. مستشفى السلمانية بدأت الطاقة الاستيعابية تكون محدودة بعد ازدياد هذه الأعداد، فراح يتم من خلال هذا المكان يعتبر هو المركز الرئيسي في على المستوى الوطني لمملكة البحرين، ويعتبر من أحدث المراكز الموجودة ليس فقط على مستوى منطقة الخليج، ولكن نستطيع أن نقول على مستوى الإقليم العربي أن يكون لدينا هذا المستشفى، والذي بالتأكيد راح يساعد ويساهم في تخفيف الكثير من المعاناة من مرضى السرطان. مركز الملك حمد للأورام سيقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ذات مستوى عالمي، ما يسهم في تقليص تكلفة العلاج بالخارج لمرضى السرطان، خصوصا بعد الزيادة في أعداد المصابين بالأورام من البحرينيين خلال السنوات الأخيرة.
جهود حثيثة توليها الحكومة الموقرة ليسجل إنجاز جديد في رصيد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وليكون مركز الملك حمد للأورام أمل جديد أمام من عاونتهم العزيمة للتغلب على أوجاعهم. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.